منذ الساعة 12 ليلة الثلاثاء رفعت مدينة ووهان القيود عن حركة المرور لمغادرة المدينة ومقاطعة خوبي، وذكر مقر الوقاية والسيطرة على الوباء في المدينة أن كل مجمع سكني سيجري تعديلات مناسبة على مواقع العزل سابقا، وسيواصل تطبيق إجراءات صارمة لدخول السكان والزوار. علينا إدراك أن عدم تسجيل حالات جديدة لا يعني عدم وجود خطر، وأن إلغاء نقاط التفتيش لا يعني رفع الوقاية من الوباء، وفتح المدينة لا يساوي فتح المنازل. سنقوم بتعديل استراتيجيات الوقاية وفقا لتغيرات الوضع، كما سنركز على الشركات والمواقع والأهداف الرئيسية للحشود لتعزيز أعمالنا في مجال الوقاية بشكل أكثر دقة. وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن فتح ووهان بعد 76 يوما له أهمية بارزة للحالة العامة للوقاية من الوباء، كما أنه اختبار جديد للبلاد في مكافحة الوباء. ومع إزالة القيود في المدينة وازدياد عدد الأشخاص خارج منازلهم بشكل كبير، لا بد من تحسين استراتيجيات الوقاية والاستجابة لضمان عدم عودة الوباء بموجة جديدة بعد السماح بمغادرة المدينة.